يلا قوم وقسم فريقين. ما طريق نلعب وانت عامر. لا انا ما بلاعب، احس بدوخه وخمول، ما ادري ايش جايني. طيب تبي نوصلك البيت؟ لا لا خلاص انا بروح البيت. انا راحتكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وي يمه ولدي، بسم الله عليك، بسم الله عليك. عامر ايش فيك؟ عامر ايش فيك يمه؟ ابو عامر قم بسرعه، قم نوديه المستشفى. الحقيقه انا ما ادري وش اقول لكم، لكن عامر مصاب بفشل كلوي. يا عمري يا ولدي، لا حول ولا قوه الا بالله. والنعم بالله، لكن اسمعني زين يا عم، خلال هالاسبوع لازم نسوي له اقل شيء 3 جلسات غسيل، وارجوكم لازم تحافظون عليه، يعني لازم يبتعد عن المشروبات الغازيه ومنتجات الالبان والحلويات والمكسرات وايضا الدهون والوجبات السريعه. وديتي لأخوك العشاء؟ إيه يما، بس قال ما له نفس. السلام عليكم. عليكم السلام. يما تبي أسوي لك شيء؟ لا ما نمشتي، أبروح عند العيال في الاستراحة. رح وانا أبوك عند أخوياك، واسع صدرك ولا ارتاح تع. سمي يبا، بعد إذنكم. هو هو القب الخامس يا ابوي. ايش دخلك انت بقعد العب معاه؟ بعدين نسيت ال14 اللي دقيتك فيها، المفروض ما تتكلم. بعدين انت نسيت الثمانية؟ تعال تعال يا ابوي، متى الثمانية ها؟ قبل سنتين. يلا اللي بعده. عامر حبيبي بالله تكفى، قوم العب معي، خليك كسر راسك زي ما كسرت راس شكوش. مالي نفس، العب انت وياه. عامر تذكر ذاك اليوم يوم كفته طبخنا في الاستراحه رز بدل ما يحط ملح حط سكر؟ اي والله صارت كبسه دجاج سكر زياده. بعد اذنكم. وين بدري؟ عندي غسيل بكره الصبح لازم اروح. للاسف المصابين بالفشل الكلوي كثير، وكلهم محتاجين زراعة كلى، يعني علشان يوصل دور عامر يبغى له وقت طويل. عامر انتظرني شوي برجع لك. دكتور ودي اتبرع بكليتي لولدي. بس خالتي احنا لازم نسوي لك فحوصات. انا جاهزه في اي وقت. اجل تعالي لنا بكره الصباح بدري علشان نسوي كل الفحوصات اللازمه. ان شاء الله دكتور، شكرا. عامر يما حبيبي نام مرتاح، لا تشيل هم، كلها ان شاء الله يومين او ثلاثه وبترتاح. إذا احتجت شيء صوت لي.
عامر فيك شيء؟ تبي شيء؟ ايش عندك يا يما؟ ابد يما. قلت يمكن تصحى بالليل. تبي شيء؟ تحتاج شيء وتنادي علي ما اسمعك. الله لا يحرمنا منك يما. ولا منك يا حبيبي. بشر يا دكتور. للأسف يا خالتي أم عامر ما تقدر تتبرعي له. ما فيني إلا العافية وأقدر أتبرع له ومستعدة أتحمل كل النتائج. حنا ودنا يا خالتي بس الكلى غير مطابقة ولو سوينا العملية راح تفشل. طيب ولدي؟ أدعي له يا خالتي وأنت سويت اللي عليك. لو كل الأبناء عرفوا قيمة التضحية اللي ضحونها آبائهم وأمهاتهم كان حافظوا على أنفسهم من البداية. لكن هذا شيء مقدر ومكتوب والحمد لله على كل حال. ناديتك اليوم وعندي لك بشارة سمشكش. دورنا لك إنا والعيال عن مكان فيه زراعة كلى وبشرك حصلنا لك متبرع. الله يبشرك بالخير. بس وين؟ برا المملكة وبأربعمائة ألف ريال يعطوك كلية شخص متوفي دماغيا يكون قد اداهم الأوكي إنه بيبيعوا. مساكم الله بالخير. الله يمسيك بالعافية. يا هلا يا هلا بحبيبي. مساك الله بالنور والسرور. هلا بأخوي. هلا بسندي. إلا سندنا كلنا. كيف حالك يا أمي؟ الحمد لله بخير. أبشركم لقيت مكان يزرع الكلى وبسرع وقت بعد. ما شاء الله الله يبشرك بالخير. هذه والله بشرة وأنا أبوك. لكن المشكلة أنه في خارج المملكة وانبغت باللهيبة. المهم تتعالج. وتكلفة العملية بأربعمائة ألف ريال. والله يا وليدي العين بصيرة وليد قصيرة لكن يسهلها ربك. والله يا ابو عامر انت عز واغلى جار عندي لكن تعرف ظروف الحياة ومصاريف البزورة ومشكش ما خلك لأي حاجة. أقول لك وش رأيك تفضل عندي تشرب شاي وقهوة؟ ما قصرت أكرمك الله. أبو عامر هذا اللي قدرت عليه وهذا اللي عندي. عامر مثل ولدي وربنا يسهلها إن شاء الله. جزاك الله خير ما قصرت. الله يخلي لك عيالك. أنا عاد بدبر أزود عليها والله بيسهل الأمر إن شاء الله. إن شاء الله. يلا بمال الله. يا مال الله. عامر خذ يما هذا شيك باسمك قيمته 350 ألف ريال. أنا بعت الأرض اللي ورثتها عن أبوي ما قدرت أحصل إلا هالمبلغ. وهذا ذهبي يا أخوي بيعه يجيب لك حوالي 30 ألف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لا إله إلا الله. هذه ولا أبوك 35 ألف ريال. هذا اللي قدرت عليه. هذا البلاي ستيشن حقنا خذه يا اخوي. اهم شيء سلامتك يا عم.
Hello? Yes, we are in the hotel. Only the patient? Okay, okay. يقولون يبغون المريض الحالة. ينتظرونك تحت. أمان الله. بالسلامة إن شاء الله. Don't worry, calm down. You are in a safe place now. We will do some laboratory workup for you in preparation for the surgery. وش يقول ذا؟ يقول الدكتور انه سوف يقوم ببعض التحاليل والفحوصات تمهيدا للعملية. Wear this. Give me your hand. متى العملية؟ Operation. Tomorrow. عامر سمي يما لا تروح بعيد الغداء جاهز سابقكم يما ماكل اثنين برجر زيادة مايونيز بس حطيت ذا بالثلاجة عشان يبرد اسمع كلامي ونمك ترى هذه الأشياء ما منها إلا الضرر لا تصدقينهم يما كل الناس تشربوا ما ضرتهم يعني بيضرني أنا هلا يا عم هلا بياسر وشلونكم طمني عنكم طمني عن عامر وأبوك بخير الحمد لله عامر خذوه المستشفى وبإذن الله إنه بخير بس يحتاج دعواتكم يا عم جزاك الله خير ما قصرت يا ياسر مع السلامة يا ولدي مع السلامة يا رب إنك تشافي وتعافي ولدي يا الله يا رب إنك ترجع لي بالسلامة يا الله ترجع متشافي متعافي يا رب العالمين يا الله يا رب يا رب تحفظه من كل شر يا الله يا رب Repeat after me 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 Scalpel الحمد لله على السلامة لا 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 خلك لازم ترتاح لك يومين وبعدها راجعين بسم الله الرحمن الرحيم وش ذا نايمين الحمد لله على السلامة الله يسلمك العشاء
والعشاء وصل. يا جماعة أنا بتكلم. تكلم كفتة، قل اللي في قلبك. الحمد لله على السلامة، يا جاي من السفر وحشانة الابتسامة ووشك يا أمر. الله يا معلم يا معلم، هذا العشاء بمناسبة رجوعك لنا بالسلامة. لا لا لا، عامر ممنوع من الأكلات هذه لين تشافى بإذن الله تماما. إن شاء الله يقوم بالسلامة ويطبخ لنا أحلى كبسة. يلا نقول بسم الله. أهلاً هلا يا هلا وهلا، أهلاً مليوني الغالي، أنت الغلاي الغلا وغلا، غالي على كل الأحوالي. وشلون تحسبني بس لا يا مشغل قلبي إشغالي، لك حبي في القلب ما يبلى، أعيش وأموت ما زالي. أهلاً هلا يا هلا وهلا، أهلاً مليوني الغالي. Yeah.